الروح القدس الى العالمين. هل علينا بركته من الان والى الابد امين. استريحت شويه من امبارح واقوم، بس الموضوع بتاع النهارده كنت سابونا قريب. حاطط لنا النهارده السنه دي كلها ايه؟ ها؟ كلها ايه؟ الصميم في الصميم. المواضيع طبعا لاهوتيه وعقائديه. طبعا ابونا اداني موضوع انا مش عارف اتكلم فيه ازاي، بس يعني بركة الآباء تسند ضعفي وتدي كلمة عند افتتاح الفم. موضوع النهاردة وموضوع اليوم هو عن شهود يهوى، لي تيموان دو جيهوفا، لي تيموان دو جيهوفا، شهود يهوى. عارفينهم؟ ها؟ لو عارفينهم خلاص مفيش داعي نتكلم. لا برضه نعرف، برضه نعرف الدنيا ماشيه ازاي حوالينا، نعرف الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه لما نيجي نتكلم على شهود يهوى، مين هم شهود يهوى؟ مين عارف؟ عنده فكره كده جايين منين؟ الناحيه التاريخيه تقول لنا ايه مين شهود يهوى؟ ايام اليهود. نعم؟ ايام اليهود. ايام اليهود عشان يهوى يعني. لا يا بعد اليهود. شهود يهوى دول تلاميذ ناس اسمهم السبتيين الادفانتيست. مين عارف الادفانتيست؟ برضه زي شهود يهوى؟ انتوا واخدين التدريب صوت؟ طيب هنحكي مع بعض كده ونعرف مين هم شهود يهوى. شهود يهوى دول اللي تلمذوهم ناس اسمهم الادفانتيست السبتيين. ادفانتيست يعني معناها المجيئيين اللي هم مستنيين المجيء. المجيء طبعا غير المجيء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هم العقيده بتاعتهم. يبقى شهود يهوى مين تلميذهم؟ الادفانتيست اللي هم السبتيين. ادفانتيست وسبتيين نفس الكلمه. ها يا ريت كده نصحصح مع بعض عشان انا ايه هنام منكم كده، لو انتم ما صحيتوش انا هنام. ها شهود يهوى مين تلميذهم؟ الادفانتيست السبتيين. والسبتيين الادفانتيست خارجين من البروتستانت، خارجين من البروتستانت. يبقى كده قدامنا البروتستانت حابه نشكوا منهم ادوا الادفانتيست السبتيين، نشكوا منهم ادوا ايه؟ شهود يهوى. والادفانتيست اي السبتيين وشهود يهوى فيهم حاجات كتيره مشتركه، شيء طبيعي التلميذ والمعلم ففيهم حاجات ايه؟ كتير مشتركه. اللي اسس بدعة شهود يهوى، لأن خلي بالكم حضراتكم شهود يهوى مش طائفة هنشوفها، شهود يهوى بدعة أو هرطقة، خلي بالكم هنشوفها فيما بعد، أو مجموعة بدع ومجموعة هرطقات. اللي أسس بدعة أو هرطقة شهود يهوى واحد اسمه شارل راسل. شارل راسل دوت أمريكي الجنسية. شارل راسل دوت أمريكي الجنسية، اتولد سنة 1852 في ولاية بنسلفانيا في أمريكا، ومر بحاجات وبدئات جامدة قوي، واتلمس على إيد معلمين كتير إيه؟ أدفانتيست وسبتيين. فمر بمشاكل فحاول يخرج بالمشاكل بتاعته ديت، لقى مخرج اللي هو إيه؟ قال لك نخش إيه؟ نشوف بتوع الدين دول بيتكلموا في إيه؟ ونعمل كده إيه؟ شو؟ ونقدر من ورا الحكايه ديت نطلع بفايده ماديه وشهره وكلام زي دوت. ونجح شارل راسل دوت ان هو يعني يضلل الناس للاسف، وكان بيفسر الكتاب المقدس على مزاجه، ودي خطوره تفسير الكتاب المقدس على مزاج الواحد بدون الرجوع الى كتب الاباء الاوائل. فعشان كده وقع في اخطاء طبعا كتيره قوي وهرطقات كتيره قوي، ومن ضمنها اكبر غلطه كشفت ان هو وقع في الفخ ان هو تنبأ ان السيد المسيح ياتي لكي يدين العالم سنه 1914. سنه كام؟ 1914. النهارده احنا سنه كام؟ 2015. سمعت ان السيد المسيح جه؟ لسه. طبعا اكبر دليل انه كان طبعا بيضلل الناس، بس هم يعني ولما يعني اتزنقوا في الاسئله قال لك اصل وهم ومحدش شافه،
جه وراح على طول على اورشليم السمائيه عشان يبقى ده المقر بتاعه. واخدين بالكم حضراتكم؟ طبعا السيد المسيح ما جاش خالص. فدي واتوفى هذا الشخص سنه 1916. ولكن الحركه او البدعه ديت ما انتهتش. جه واحد اسمه ريزبورت دوت اللي كمل مسيره شارل بعد ما مات، وده كانوا بيسموه القاضي، كان محامي بيسموه القاضي. وطبعا هو كمان وقع في بدع وهرطقات، بس المره دي ما قالش ان المسيح هيجي، لان الاولى ايه؟ ما مشيتش. تنبأ ان في مجموعه من الانبياء العهد القديم، ابراهيم واسحاق ويعقوب، ومعاهم مجموعه كبيره جايه. فقال لك ما ينفعش ايه يجوا كده وما يلاقوش حاجه ايه يسكنوا فيها. جمع من الشعب اموال طائله وعمل قصر في ولايه كاليفورنيا، اتصرف عليه وقت الوقت دوت 75,000 دولار. دفعوا 75,000 دولار عشان يبنوا قصر كبير يستقبلوا فيه الانبياء دول لما يجوا. وطبعا القصر اتبنى والناس دفعت الفلوس، الانبياء جت. حد سمع ان اشعياء النبي راح كاليفورنيا؟ ها؟ طب اسحاق؟ حد سمع حد من الانبياء؟ طبعا لا، بيضللوا طبعا الناس. وابتدت هنا ما كانش لسه شهود يهوه خدت كلمه شهود يهوه. كان ليها اسماء كتيره زي برج المراقبه، قبل ما يكون اسمهم شهود يهوه اسمهم برج المراقبه، حتى من الاسم كده اسم ها؟ تحسوا كده ان الواحد مش براحته. برج المراقبه، وبرده جمعيه الكتب والكراريس، برده دي من ضمن الاسماء لشهود يهوه. وفي 1931 خدت الاسم بشهود يهوه. وهنا السؤال، لماذا سميت بهذا الاسم شهود يهوه؟ ليه؟ طبعا شهود معروفه، لكن يهوه خدوا الاسم دوت من سفر اشعياء النبي الاصحاح 43 اي 10. يبقى نقول كده سفر اشعياء النبي 43 ايه 10. الايه بتقول ايه؟ انتم شهودي يقول الرب، وجنب الرب نفتح قوسين ونكتب يهوه. انتم شهودي يقول يهوه. يهوه ده كان اسم مين؟ كان اسم الله في العهد القديم، ده كان ضمن اسماء الله في العهد القديم. فقالوا خلاص يبقى احنا شهود مين؟ شهود يهوه. جابوها من اسم يهوه في اشعياء النبي في العهد القديم. طيب شهود يهوه يا جماعه، شهود يهوه ما بيؤمنوش ان السيد المسيح له المجد هو الله. طب اللي ما بيؤمنش ان السيد المسيح له المجد هو الله، نقدر نقول عليه مسيحي؟ مش سامع. لو واحد بينكر إلوهية السيد المسيح ما اقدرش اقول عليه ايه؟ مسيحي زي زيه. طيب لو بينكر الثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، اقدر اقول عليه مسيحي؟ لا ما اقدرش. طب لو بينكر إلوهية الروح القدس، ما يقولش ان الروح القدس ده هو الله، اقدر اقبل انه يكون مسيحي زي زيه؟ عشان كده بحكمة وإرشاد قرر المجمع المقدس في عهد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث نيح الله نفس قداسته، إن شهود يهوه والأدفنتست أي السبتيين ليسوا مسيحيين. نقولها تاني الجملة دي مع بعض، ها؟ شهود يهوه والأدفنتست ليسوا مسيحيين، ليسوا مسيحيين. ما اقدرش اقول على واحد مسيحي وهو بينكر ان المسيح هو الله، او بينكر الثالوث القدوس، او يعني خلى ايه في المسيحيه اذا كان كل دي هي اساس المسيحيه. واخدين بالكم؟ عشان كده البعض مننا ممكن يقع في الفخ يقول لي يا ابونا دول بيوزعوا منشورات وفيها يعني حاجات بتتكلم عن الكتاب المقدس، هنجيبها الحته دي. لكن هم لا يؤمنون، عشان كده ما قالوش هم شهود المسيح، ما سمعناش كلمة شهود المسيح. شهود اللوغوس الكلمة، لا اختاروا اسم ايه؟ شهود يهوه، مش عايزين يذكروا حتى اسم المسيح في أي شيء يخصهم. عشان كده بقرار من المجمع
الاباء المجمع المقدس قرر ان شهود يهوه والادفنتست السبتيين ليسوا مسيحيين. عارفين يا جماعه لو واحد غير يعني غير مسيحي نقابله ونرحب بيه ونتكلم معاه يعني بمحبه وتمام، لكن لو واحد عامل نفسه مسيحي وبيدعي انه مسيحي دي ما نقبلهاش. اذا كان بنقبل الغير مسيحي، لكن ما تجيش تدعي انك مسيحي وانت تنكر الثالوث وتنكر لاهوت الابن ولاهوت الروح القدس، فدول ايه؟ ليس ايه؟ ليس مسيحيين. وطبعا كل دوت بيرفضوا قانون الايمان من رابع المستحيلات. واحد من شهود يهوه تقول له قول قانون الايمان، هو ما بيعترفش بالكلام ده، مفيش حاجه اسمها قانون الايمان والكلام اللي زي ده، اللي هو قانون الايمان بيجتمع عليه كل يعني المسيحيين، واخدين بالكم حضراتكم؟ فعشان كده شهود يهوه الادفنتست ليسوا مسيحيين. هتيجي تقولوا لي يا ابونا طب ما هو بيوزعوا كلام وبنفتحه ده كلام ربنا، دي بقى خدعه. ليه؟ اعمل تيست. اول ما يجي لك حد من شهود يهوه وعايز يوريك حاجه من الانجيل قول له لا، خلي الانجيل بتاعك ده معاك، انا معايا الانجيل بتاعي او انا هقولك، هيسيبك ويمشي. ليه؟ ليه؟ سهلة. لأن الكتاب اللي معاهم محرف، مغيرين حاجات كتير تناسب العقيدة بتاعتهم، تناسب البدع بتاعتهم. واخدين بالكم حضراتكم؟ عشان كده لما نيجي نتناقش مع حد من شهود يهوه يجيب لي الكتاب المقدس بتاعه، أروح واخده أحطه على جنب، أفتح الكتاب المقدس بتاعي، يرفض الحوار. طب ليه؟ ما الكتاب اللي معايا بنتكلم فيه مع اخواتنا الكاثوليك واخواتنا البروتستانت وكل الناس، اشمعنى انت مش قابله؟ لان هو عامل كتاب مقدس، ويقولوا كده الدارسين انه بيسموه الكتاب المقدس بتاعهم، يعني انا طبعا لي اعتراض على كلمه كتاب مقدس، الكتاب بتاعهم بيسموه نيو وورد ترانسليشن، يعني الكتاب المقدس بالترجمه الجديده. واخدين بالكم من التلاعب بالالفاظ؟ واخدين بالكم؟ فيجي معاه حاجات، ما الحاجات دي ما تناسبنيش، لان الكلام اللي هو مكتوب ده مش كلام الكتاب المقدس بتاعنا، ده الكتاب المقدس بتاعهم او الكتاب بتاعهم، وهم حرفوا بعض يعني اغلبيه الكلمات. شهود يهوه يعني بتعمل حاجه غريبه قوي، هي ضد جميع الاديان. ضد جميع ايه؟ الاديان. لأن بالنسبة لها إن كل الأديان دي من مين؟ من الشيطان. كل الأديان من الشيطان. واخدين بالكم؟ في فرق ما بين يعني أحترم عقيدة الآخر، لا دول لا تبقى شهود يهوه لا إلا أنت إيه؟ يعني تبع الشيطان. هما يقولوا كل الأديان من الشيطان. ويقولوا إن رجال الدين دول آلة في إيد الشيطان بيحركهم. يقولوا ان رجال الدين دول آلة في ايد الشيطان ايه؟ بيحركهم. طب هنقول واخدين موقف من الكنيسة وواخدين موقف من الدولة، حتى الدولة واخدين منها موقف. عارفين ايه الموقف اللي واخدينه من الدولة؟ أول حاجة بيكرهوا الحكومات. لو واحد من شهود يهوه واقف وجت تحية العلم يمشي، ما يقدرش يقف يسمع تحية العلم. ولو حد اداله علم بلده عشان يشيله أو يقبله يرفض، يقول لك دي كلها عبادة أوثان. إيش دخل الأوثان في عبادة العالم اللي أنا عايش فيه؟ واخدين بالكم؟ إيش دخل ده في ده؟ إيش دخل علم بلدك والوطنية ها في إن دي عبادة أوثان؟ دي مش عبادة أوثان. عشان كده يرفضوا يخشوا الجيش، يقول لك دي حاجات شيطانية. واخدين بالكم؟ يمكن البعض مستغرب بالكلام اللي بقوله. يرفضوا يخشوا الجيش، يرفضوا يخشوا في الانتخابات. كل ما هو وطني فهو مرفوض عند شهود يهوه، لانه ايه؟ من فعل ايه؟ الشيطان. ده كلام طبعا هم اللي بيقولوا كده، هم اللي بيقولوا كده. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في تاريخ شهود يهوه، اتكلمنا الاسم جه منين، واتكلمنا ايه المبادئ اللي هم بيعيشوا بيها في المجتمع. وعلى فكره كان في جمعيه في مصر اللي حضراتكم من شبرا يعرف طبعا شارع رمسيس، فشارع رمسيس كان فيه جمعية بس اتقفلت في الخمسينيات، قفلوها الدولة، قفلت كل حاجة متعلقة بشهود يهوه والأدفنتست، لأنها اعتبرتها إنها إيه؟ مش طايفة أو حاجة تبع دين، دي إيه؟
حاجة إيه؟ متطرفة، حاجة متطرفة. عشان كده تلاقيهم ملهمش مكان، لو رحنا مصر ملهمش كنيسة، لأن هما ما بيؤمنوش بالكنيسة، يقولوا الكنيسة دي من عمل الشيطان، واخدين بالكم؟ ولا وما يقدروش يعملوا اجتماعاتهم في قاعة، لأن الدولة مش هتديهم تصريح بكده، الدولة منعاهم. وفي دول كتير منعت شهودية والأدفانتست إن هم يكون ليهم إيه؟ أماكن يتجمعوا فيها، لأنهم لقوهم إن هم متطرفين، يعني خطر للبلد. اللي يخصنا إحنا كمسيحيين النهاردة، هم بيقولوا إيه على السيد المسيح له المجد؟ شهود يهوى بالنسبة لهم السيد المسيح مش هو إيه؟ مش هو الله. عارفين بالنسبة لهم هو مين؟ الملاك ميخائيل. الملاك ميخائيل بالنسبة لهم هو إيه؟ هو الله. أفتكر مرة كان سيدنا البابا شنودة في محاملة اللاهوت الإكليريكية بيتكلم عن شهود يهوى، فبيقول يعني شهود يهوى دول يعني لو فاكرين إن السيد المسيح هو الملاك ميخائيل، يبقى الست العذراء تبقى خالته أم ميخائيل. لو هما فاكرينه الملاك ميخائيل يبقى الست العذراء إيه؟ خالته أم ميخائيل. يعني طبعا سيدنا بدعابة عشان يطلعنا من ستريس المعلومات الجامدة ويدخلنا تاني. فهم بيقولوا ان السيد المسيح له المجد هو ايه؟ هو الملاك ميخائيل. طبعا يعني يرفض العقل البشري. لو جبنا طفل دلوقتي، اصغر طفل دلوقتي في الكنيسة، قول له حبيبي الملاك ميخائيل هو بابا يسوع، هيقول ايه؟ هيقول لا. جابوا منين القصص دي وجابوا منين؟ نرد عليهم. احنا مش احنا بنقول ان السيد المسيح له المجد، له الملاك ميخائيل وله اي رئيس ملائكه وله اي يعني ملاك من الطغمات دي، لكن هو الله، هو اللوغوس، ابن الله ايه؟ ابن الله الكلمه. والادله اللي على كده، لو شهود يهوى فتحوا رساله معلمنا بولس الرسول الى العبرانيين هيطلعوا خمس ست ايات تقول ان الملائكه حاجه وربنا حاجه ثانيه. تعالوا كده نشوف بولس الرسول بيقول ايه في سفر العبرانيين. يقول في عبرانيين 1:13: لمن من الملائكة قال اجلس عن يميني حتى أضع إيه؟ أعداءك موطنا لقدميك. ما سمعناش إن اتقالت لملاك أو حتى الرئيس ملائكة أو لأي حد تاني غير السيد المسيح له المجد. وبرضه آية تاني في عبرانيين 1:6 تقول إيه؟ وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم ويقول ولتسجد له كل ملائكة الله. طب منين الملائكة تسجد لله وهم بيقولوا ان السيد المسيح له المجد هو الملاك ميخائيل؟ الكلام مش ماشي مع بعض. في آية تاني في عبرانيين 1:14 في عبرانيين 1:14 طول الآية ايه؟ أليس جميعهم أرواح؟ على مين بنتكلم؟ ها نركز هنا، على مين بيتكلم؟ على الملائكة. أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ يبقى الملاك ده إيه؟ أو رئيس الملاك ده إيه؟ ده روح جه عشان يعمل إيه؟ يخدم ربنا ويخدم سر يعني كل الأسرار. وقد قيل عنهم أيضا الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه لهيبة نارا. فإذا الملاك ميخائيل ولا أي ملاك تاني يقدر ياخد مكان إيه؟ ربنا. ويوم ما رئيس الملائكة الشيطان فكر إنه ياخد يقعد على العرش، اللي حصل له؟ سقط. سقط. أول خطية عرفتها المسكونة هي خطية مين؟ خطية الشيطان، اللي هي خطية الكبرياء. يريد أن يجلس على كرسي العلي، الجالس على إيه؟ الجالس على العرش. وهثبت لكم إن ربنا مش هو الملاك ميخائيل، والملاك مش ميخائيل هو مش ربنا. فاكرين كده حاجة حصلت في العهد القديم؟ كان في صراع على جسد موسى النبي، فاكرين ولا لا؟ تمام. وحصل صراع ما بين ميخائيل رئيس جند السماوات وعدو الخير وابليس. فراح ميخائيل رئيس جند السماوات قال له حاجه، قال له ايه؟ لينتهرك الرب. ممكن نقولها مع بعض، ها؟ لينتهرك الرب. لو كان هو ربنا وكان هو السيد المسيح، ليه ما قالوش اذهب يعني انا بنتهرك؟
اكبر دليل ان الملاك ميخائيل مش هو السيد المسيح، ان قال له ايه؟ لينتهرك الرب. لم يتجاسر ولم يجرؤ الملاك ميخائيل ان ياخذ مكان الله. اذا كان الملاك ميخائيل ذات نفسه ما عملش ده من نفسه، يبقى انتوا كشهود يهوى يعني عايزين تدخلوا ربنا ان هو الملاك ميخائيل، طبعا دي حاجه ايه؟ حاجه مرفوضه. يقولوا على السيد المسيح برضو ان هو اله وليس الله. الفرق الفرق شو دي هو؟ يقولوا على السيد المسيح له المجد انه اله وليس الله. الفرق كذا اله؟ نعم طبعا في كذا اله، بس كده معناها ايه؟ ان في حد اكبر من تاني وحد اقل من تاني. ها يبقى ايه؟ يبقى هنا بيقولوا ان السيد المسيح له المجد مش الله، هو اله، ويدوله صفه تاني يقولوا عليه ايه؟ القدير. ما قالوش كلي القدره، تفرق في اللاهوت. كلي القدره من القدير تفرق. واخدين بالكم؟ دايما يدوله حاجات ايه؟ نسبيه، مش حاجات ايه؟ مش حاجات كامله. يقولوا عليه ان هو السيد المسيح له المجد هو المخلوق الاول ليهوى. كده دخلنا في ايه؟ تعدد الالهه. يبقى هو بكر مخلوقات يهوى. يهوى الله العظيم خلق السيد المسيح له المجد، طبعا ده هم اللي بيقولوا. يبقى ايه؟ السيد المسيح له المجد بالنسبه لهم هو ايه؟ اول مخلوقات يهوى. معنى كده ان السيد المسيح صار ايه؟ مخلوق وليس ايه؟ خالق. يهوى هو الخالق والسيد المسيح له المجد هو المخلوق. فيبقى ادي تاني بدعه وتالت بدعه وخامس هرطقه. السيد المسيح اله اول بدعه، القدير تاني بدعه، تالت بدعه مخلوق اول ايه؟ مخلوقات يهوى. يكملوا ويقولوا برضو بتجاسر انه هو يهوى استخدم السيد المسيح لكي يساعده في الخلق. طب اديني عقلكم، لو كان يهوى يعني يهوى اله وهو الاله الكبير، هيجيب حد يساعده في الخلق؟ لو جاب حد يساعده في الخلق معناها ايه؟ ان هو مش كفء انه يعمل ايه؟ يخلق. جايب حد يساعده يديله كوب ماء في الكرياسيون. طب لو انت اله، طب ما انت تخلق، ايه لازمه ان تجيب حد يعني يقول لك هو تساعده في الخلق؟ واخدين بالكم حضراتكم؟ تعدد الهه. وطبعا هما بالكلام دوت وقعوا في تناقض كبير جدا، ازاي يكون اله ومخلوق؟ هما قالوا اله، طب ازاي اله وبتقول ان هو اول مخلوقات يهوى؟ ازاي اله وايه؟ ومخلوق. وطبعا حاجات كتير، يقول لك السيد المسيح ده كليم الله. الكلمه دي احنا سمعناها على مين؟ على موسى فقط. يعني هو اللي بيتكلم باسم ربنا يعني. واخدين بالكم الكلام؟ طبعا كلام ينكر قيامة السيد المسيح بالجسد. طب لو هو أنكروا أنه قام بالجسد يبقى إزاي قام؟ ويقول لك أن بعد كده جه بجسد غير الجسد اللي اتألم بيه وقام بيه، وكان بيظهر للناس بأجساد تانية كان بيجيبها ويخبيها وكلام كده. إيه؟ كلام كبير يعني. واخدين بالكم؟ طبعا هما بيؤمنوا طبعا بعدم المساواة ما بين يهوى والمسيح. وبنرجع لقصة ايه؟ أريوس وقبليه نسطور. واخدين بالكم؟ ما هو الخط ده مش غريب علينا في مصر. أريوس ونسطور ناس تانية برضو مشيت وراه وايه؟ بعدت عن السيد المسيح له المجد. ده بالنسبة للسيد المسيح له المجد. لهم بدع تاني. أكمل ولا أوقف؟ ها؟ ما تعبتوش؟ معلش المحاضرة دسمة شوية النهاردة. لهم بدع تاني وخاصة في خلود النفس البشرية. شهود يهوى والأدفانتست لا يؤمنون بخلود النفس البشرية إلا لشهود يهوى فقط. كل من هم شهود يهوى يؤمن بخلود النفس، أما غير شهود يهوى فلا يؤمنون بخلود النفس. يعني إيه خلود النفس؟ يعني بيقولوا إن بعد الموت الجسد والدم بيعملوا ايه؟ بيكون في حاله ايه؟ لا شعور، يعني ميتين تماما. طبعا احنا كمسيحيين عندنا يعني عقيده خلود النفس،
لان الجسد لما بيموت بيروح في التراب، لكن الروح بتروح فين؟ الى خالقها. ها، عشان كده في ايه جميله في سفر الجامعه تقول ايه؟ يرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. جامعه 12:7. ها، يرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. يبقى منين انت يا شوقي هو بتقولوا ان مفيش قلوب للنفس، ان الجسد والروح لما بيموتوا الاثنين بيموتوا. يبقى كده هما بيحطوا الانسان مع مين؟ حيوانات. بالظبط كده، مع الحيوانات. يقول لك الانسان حيوان راقي زيه زي الحيوانات. طبعا لا، الجسد بيموت لا يشعر تماما، اما الروح فترجع ايه؟ الى ايه؟ الى خالقها. برضه من ضمن بدع شهود يهوه الملائكة، هم مستقصدين الملائكة. يعني إذا حد عمل يعني حد من الملائكة عمل حاجة في شهود يهوه فهم ماسكين إيه؟ الملائكة. مسكوا في آية في سفر التكوين إصحاح 6 آية 2 بتقول إيه؟ إن أبناء الله وبنات الناس رأوا، آسف، إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهن نساء من كل ما اختاروا. يعني ولاد ربنا زنوا مع بنات الناس وراحوا مسكوا كلمة أبناء الله، شالوا كلمة أبناء الله وحطوا مين؟ الملائكة. يعني بالعربي كده، بالعربي الملائكة زنوا مع بنات الناس. ومش بس كده، ونتيجة الخطية دي جابوا حاجة اسمها الجبابرة. هما بصراحة جبابرة بيقولوا كده معايا ولا نمتوا؟ أعيد تاني. في آية في سفر التكوين بتقول إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. طبعا تفسير الآية مش كده، عمر ما أبناء الله يكونوا الملائكة، لأن الملائكة إيه؟ أرواح، ملهمش جسد. إزاي ملاك يزني مع النساء وهو ملوش جسد؟ هو روح. واخدين بالكم حضراتكم؟ فهنا الكتاب والآباء فسروا لنا الآية دي، يعني إيه أبناء الله؟ حد عارف؟ ها؟ أبناء الله مين؟ أولاد آدم. أولاد شيس، طبعًا الناس من آدم. أولاد أبناء الله هم مين؟ أولاد شيس. وبنات الناس؟ نسل قايين. برافو برافو، الناس دارسين كتاب مقدس حلو، برافو عليهم. يبقى ابناء الله مين؟ اولاد شيس. راوا يعني نقدر كده نقولها في الايه ان نسل شيس او اولاد شيس راوا بنات نسل قايين انهم ايه؟ بالظبط كده. ايش دخل الملائكه في الموضوع؟ دخلوا الملائكه. ايه دخل الملائكه؟ واخدين بالكم؟ وطبعا بيتكسروا الكلام اصعب من كده، انا مش هقوله. انا طبعا هسيبكم ترجعوا لاهم المراجع اللي كتبت عن شهود يهوه. طبعا كتاب سيدنا البابا شنوده الله ينيح نفسه، كتاب ايه؟ شهود يهوه والبدع بتاعتهم والهرطقات. يا ريت الكل يرجع له كتاب، طبعا طبعا كبير جدا وفي حاجات اكتر من كده بكتير. مش بس كده، فاكرين البدع ولا نسيتوها؟ ها، بدع تخص مين؟ السيد المسيح له المجد، او إلهية لاهوت الابن. بدع تخص خلود النفس، تمام. بدع تخص الملائكة. وفي بقى بدع تخص الاشرار والشيطان. قالوا ايه على الاشرار؟ قالوا بصوا يا جماعه، الشيطان والاشرار دول مهما عملوا في العالم عقوبتهم الوحيدة هي الفناء فقط. يعني ايه الفناء؟ يفنوا. طب وفين الدينونة؟ فين العذاب؟ فين الآية اللي بتقول ويجازي ها كل واحد على حسب أعماله؟ طالما عقوبة الشر هي الفناء فقط، ايه لزوم الآية ديت؟ وفي مادة 25 يقول كده آية على الدينونة، تعالوا إلي مبارك أبي رسل الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم، يقول للذين عن اليسار، اسمعوا بقى،
اذهبوا عني يا ايه يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته. الكتاب المقدس بيقول لنا ان في نار معده للاشرار والابليس، وسفر رؤيا بيقول لنا في بحيره بالايه بالمتقده بالنار والكبريت. طب كل ده فين يا شهود يهوه؟ يقول لك لا، كل دي حاجات ايه البحيره دي ده بيسيل اهو يعني، حاجات كده يعني غريبه 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 جدا. فطبعا ده لا يمكن احنا نقبل ان بس كده، الا كل واحد يعمل الايه كل واحد يمشي براحته يقول ايه اخرها ايه الفناء، لا في عذاب ولا حاجه. واخدين بالكم؟ عشان كده للاسف الناس دول بيكذبوا بعض البسطاء، لان النفس البشريه ما تزعلوش مني، تحب الحاجه الايه السهله الحاجه الحلوه. لكن جاهد صوم اعترف دي حاجات ايه عايزه جهاد. واخدين بالكم؟ ما يخشهاش غير الاقوياء اللي هم بيجاهدوا على ايه على الارض. بدعه ثانيه، يؤمنون بان هناك اكثر من قيامه. طبعا احنا كمسيحيين نؤمن ان مفيش غير ايه قيامه واحده اللي هي طبعا في الايه في المجيء الثاني. لكن هم يقولوا في قيامتين، قيامه سماويه وقيامه ارضيه. الاولانيه اسمها يعدي قيامه سماويه، قيامه يعني واحد بيقوم يبقى في السماء تعدي. لكن الثانيه ما تعدي، قيامه ارضيه. ازاي قيامه ارضيه؟ نشوف ايه هي القيامه السماويه والقيامه الارضيه. القيامه السماويه قالوا اللي هيخش السماء 144,000 وكلهم من شهود يهوه. يعني احنا كده كلنا في ايه؟ في التراوح. 144,000 وكلهم شهود يهوه، يعني مفيش حد كده يقدر يزره. لو واحد مش شهود يهوه يطلعوه من الطابور. طب ايه حكايه ال 144,000؟ اشمعنى 144,000؟ يعني اشمعنى العدد ده؟ ما يقول مثلا مليون يبحبحوها شويه. قال لك لا، اصل العدد ده احنا واخدينه من سفر الرؤيا. طب انتوا عارفين حضراتكم العدد ده في سفر الرؤيا معناه ايه؟ ال 144,000 الذين لم يتنجسوا مع النساء لانهم اطهار. وده عدد طبعا بيدل على يعني اعداد اسبار بني اسرائيل، من كل سبت 12,000، من كل سبت 12,000. واخدين بالكم حضراتكم؟ ملهاش دعوه لا سفر الرؤيا قال شهود يهوه، ولا اتكلم ان هم 144,000 شهود يهوه، ولا اي حاجه. واخدين بالكم؟ جبتوا منين الرقم ده؟ يقول لك لا، ده ال 144,000 ده احنا مش انتوا خالص، الذين لم يتنجسوا مع نساء مش انتوا، ده مش الكلام عليكم، نتكلم على اسباط بني اسرائيل واللي معاهم. واخدين بالكم حضراتكم؟ يقول لك لا احنا. طب ماشي هناخدهم ايه؟ نمشي معاهم بالراحه. انتوا فوق واحنا فين؟ قال لك انتوا بقى ليكوا قيامه اسمها قيامه ارضيه. يعني ايه؟ يعني هنسيبكم تعيشوا في الارض وتبنوا بيوت وتاكلوا وتشربوا وتتجوزوا. طب هل في بعد القيامه جواز؟ ازاي هنتجوز؟ ده الايه معروفه، لا تجوزوا لا تزوجوهم ويصيروا كملائكه الله. يقول لا، ومش احنا بس، انا هفرحكم. عارفين مين معانا؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. يعني احنا قاعدين تحت معاهم وشهود يهوه بيحكموا العالم فوق مع يهوه. يعني العالم عباره عن يهوه وشهود يهوه في السماء، واحنا على الارض الغلابه مع ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. كلام لا يعقل، كلام لا يعقل. اكمل ولا فايق؟ انا تعبت صدقوني. ما تعبتوش يعني؟ طيب. ورق كتير. طيب. يؤمنون بالملكوت الارضي اللي هو احنا لسه قايلينه. عندهم بقى قصه عجبت ناس كتير قوي. قال لك ان يهوه جاب السيد المسيح عشان ايه؟ يدين العالم. وجه السيد المسيح سنه كام؟
1914 ومحدش حس بيه. عارفين حضراتكم اللي يرجع للتاريخ ده واللي يرجع للفيديوهات، سمعت فيديو لواحد كان في الوقت ده وبيحكي، وطبعا دلوقتي راجل كبير قوي على اليوتيوب، فبيحكي بيقول احنا ساعتها لما قالوا لنا الكلام ده دوت الناس لبست ابيض وطلعت على الجبال، ما خلاص بقى صدقوا ان مين جاي، سيد المسيح جاي، كله بقى استعد، واخدين بالكم؟ وبعد ما طلعوا وتعبوا طبعا لقوا ان ده كله ايه؟ مفيش حاجه. فهم عندهم بدعه بيقولوا ايه؟ ان في حاجه اسمها الحكم الالفي. ايه الحكم الالفي ده؟ الحكم دوت ان السيد المسيح هيجي 1914، من 1914 هيدينا 1000 سنه وبعد كده هيحاكمنا. يعني الفتره اللي قبلها اي واحد عمل خطايا عمل اي حاجه مش ايه؟ مش هتحسب له. هتحسب بس اللي في الالف سنه دي. عشان نستعد، يعني واحد كده يهيص ها؟ ويبقى زي الفل ويستعد ايه؟ للحكم الالف. طبعا ده كله ايه؟ يعني كلام ما يقدرش. طبعا عندهم حاجات كتير يعني كتير قوي. طب نقدر نقول البدع ولا نسيتوها؟ ها اول حاجه ليه ما اقدرش ان اقول ان شهود يهوه مش مسيحيين؟ ليه؟ ينكرون ولا يؤمنون بالثالوث القدوس، ينكرون لاهوت الابن، ينكرون لاهوت الروح القدس. دي انا ما قلتهاش. يعني ايه ينكرون لاهوت الروح القدس؟ يعني يقولوا ان الروح القدس ده مش هو الله. احنا كمسيحيين نقول ايه؟ الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله المثلث زي ما انتوا ايه عارفين، واخدين بالكم؟ الثلاثه واحد في واحد في واحد، زي مثلا الشمس والانسان وكل الكلام ده. لكن هم يقولوا لا، الروح القدس ده فقط قوه، اخره قوه، اخره ايه؟ اخره قوه. طب ازاي قوه واحنا عارفين ان الروح القدس دوت كان بيتكلم مع الانبياء وكان بيتكلم مع الاباء وهو اللي ارسل التلاميذ للخدمه، في قوه بتتكلم؟ لا. امال ايه؟ افرزوا لي قال الروح افرزوا لي برنابا وشاو. ازاي هيقولها لو هو قوه بس؟ يقول لك ده مجرد قوه، واخدين بالكم؟ كانوا يمشوا كده قال لك كل الروح القدس منعنا هنلف الناحيه الثانيه. هو مش قوه بس، ده هو ايه؟ هو روح الله، هو الله. واخدين بالكم حضراتكم؟ يبقى ينكروا الثالوث القدوس، ينكروا لاهوت الابن، ينكروا لاهوت الروح القدس. ها البدعه الثانيه، ينكرون عقيده خلود ايه؟ النفس البشريه، ينكرون ها الخلق طبعا هو مخلوق وكل الكلام ده في لاهوت الابن. ها ايه ثاني؟ الملائكه، نسيتوا الملائكه؟ مفيش عقوبه للاشرار والشيطان. ايه ثاني قلناه؟ الملكوت الارضي، ان السيد المسيح هو الملك. اخر حاجه الجزء العملي، مش طول على الاستاذ، الجزء العملي. دلوقتي السؤال اللي بينطرح، يا ابونا لو خبطوا على الباب عندنا نفتح ولا ما نفتحش؟ لو قابلناهم في المترو وفي الشارع وفي الدكان وفي المحل نقعد نتكلم ولا ما نتكلمش؟ هقول لكم ايه وانتوا تقولوا لي الرد. الايه دي جت في اخر اصحاح في رساله القديس يوحنا الثانيه، رساله القديس يوحنا الثانيه في العهد الجديد. بتقول ايه الايه دي؟ ان كان احد ياتيكم، ان كان احد ياتيكم ولا يجد بهذا التعليم، هذا التعليم يعني تعليم الكتاب المقدس، تعليم السيد المسيح له المجد، تعليم ودسكوليه وقوانين الاباء الرسل، ها ان كان احد لا ياتيكم ولا يجد بهذا التعليم، هذا التعليم فلا تقبلوه فين؟ في البيت، فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له ايه؟ سلام، ولا تقولوا له ايه؟ سلام، لان من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريره. ممكن نحفظ الايه دي لو حفظناها هنطلع بالموضوع كله. ممكن نقولها مع بعض؟ يلا اتفضلوا. ان كان احد
يأتيكم، ها إن كان أحد، هننم منكم كده، ها إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت، فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة، من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. تاني رد واضح، جيبش حاجة من عندنا، دي هتلاقوها في رسالة معلمنا يوحنا الثانية آخر إصحاح. تعال من الكتاب المقدس، لما بنقول أي حاجة ليها مرجعية، كتاب مقدس، ديسكولية، أقوال آباء. عارفين حضراتكم يا بخت اللي ليه كبير، يا بخت اللي إيه؟ ليه كبير. اللي ليه كبير ما يتعبش، ما يتعبش، لكن اللي يشت بدماغه ويقول أنا كبير يعمل إيه؟ يسقط ويتعب. واخدين بالكم؟ ربنا يجعلنا دايما مستعدين يقظين، ولله كل من الدائم إلى الأبد آمين. نشكر ربنا الجلوس على المحاضرة الجميلة دي.